صباح النور. صباح النور سي بشير. خلينا نطلق العداد. خلينا نطلق العداد. كي صباح سيدي محمد. الله يلاه الحميد يسير. مفاجأة عاوتاني بسيدي هما. هو سي بشير بان نقول لك هذه كنا درناها نهار قبل العيديات ومع سدينا السبت والحد. عيدنا. عيدنا والكليان بقى طالبها بزاف حنا يعني وقع واحد الديكالاج ما بين الوقيته ديال التصوير وما بين الركبه العطله وكانت مطلوبه بزاف باقي عليها الطلب كاين بزاف ديال الناس بقاو كيكومونتي عاودوا صوروا لينا عاودوا صوروا لينا ها هي عاوتاني ب 350 درهم هاي ثلاثه ديال البياسات السي بشعبان فولار غزال ديال الحرير ماركه ما كيصمتش الودان موسلي لامي هذا بوحدو كيدير 400 درهم هذا 100 درهم هذا 350 درهم الا حسبتي اختي هنايا حنا ما كنبغوش نحسبو حيت الا حسبنا ما غاديش نديرو كاع ما نديروش لي فيديو سي الا صورنا ما غنديروش لي فيديو ها اللي بغيت نقول انا راه تستغل عاوتاني تجي لي بزاف بياس وملي كتكون شي وحده عاوتاني ماشي مره طويله وغلاده بزاف غديرها حتى لبيصه راه جايه غزاله حتى الموسلي الايريزي عرفتو كيفاش داير كري بلاصه وسوق عرفتو كيفاش داير يعني جاب الصوت وخديت منه هادشي كنقولو بالنسبه اللي ما خداش من الامر اللي خدم منه راه عارف شنو كاين كيو طلق ما عطينا غير تصاور وصيفط لينا داك الشيء اللي كاين السي بشعيب كان عليه واحد الطلب كثير كثير صراحه ولكن ما حنا سمحوا لنا وهضرونا ما كناش كنجاوبوكم حيت جا مع العطله فهمتي السي بشعيب جا ديك النهار ديال العطله الناس بقاو كيكومونتيو بزاف لا راه ما كتجاوبوش لا راه صيفطنا لكم لا ما وصلتنيش ليفريز كاين اللي كيسحب لها صافي راه صيفطنا ليها حيت صيفطات 100 و100 كتشوفها غير كريب بس محمد درنا البار عاوتاني غير بالضحك كريب ديال ليزستراس داكشي لا يعد ولا يحصل اللي خرجوا مع ذلك وما كفاش ما كفاش السي بشعيب واجاو اليوم الصباح هذا ديال الناس ما بقاش كتكون واحد الكمية محدودة. بس على حساب 3 متر كيصور لك شحال مرة سولوني على هذا؟ دابا هذا السي العالمي 3 متر حتى السلعة الغالية ولا كتكون انيقة اونيك ما كتكونش فيها المعطيات ولكن كيكونوا شي كوبونات كيكونوا وافين يعني انت يا وزارك غتقول له خويا عافاك وريني اللوا اللي فيهم 3 متر وغادي يوريهم لك صافي غادي مفهومة السي العالمي صافي ها هو فويلر باقي في السلوفان ديالو باقي ما لبساتو حتى واحد عندك لك سحاب لك اختي راه كنعطيك انا هي فرصة انك تقول لك خاصة بلا بلا حضور ومع الناس ما دير وحارس ما كانش عجبها تخيل تاخذ جديد دابا يعني طروا بيس ب 350 درهم يعني 7000 ريال 35 الف فرنك الحماق ديال رميساء ما عمرو يستاهل لا ينتهي حيت نتوما تستاهلوا المطلوب منكم دابا الجيم بغيتكم تزعزعوا لي هذا الفيديو هذا بلي جيم وبلي بارطاج لصحاباتكم واخا اختي ما تشريتش انت مثلا ديجا يلاه شريتي من عند الدار ضروري تلقى واحد صاحبتك كتفكر تخدم باغا شريتي وجهيها انتيا وخذي معاها هذا الاجر هذا وصيفطي لي هذا الفيديو ديالنا بارطاجي ليه وفي نفس الوقت الا داكشي اللي واقف عليه انتيا محتاجه ما كانش في هذا الفيديو هذا خلي لنا شنو محتاج انت باش حتى كذلك نفكروا لك ونصوروا لك داكشي اللي بغيتي يا سي شعيب ومنين غادي طاقي صاحبتك ولا تبارطاجي لصاحبتك باش تشري من عندنا كون على يقين اختي راه غادي نكبروا بك معاها ما عمرنا غادي نحشموا بك ان شاء الله راه غادي وهي حتى هي كذلك ما تعب على غير بدي انا تقدر غير مره واحده ما عمرها تفرق مع راه وميساء صافي اخويا بشعيب شي تقدر شي الخايبه على البديه بداي معنا اختي وجربينا وحكمي علينا شتي راه السلعه راه كتشابه حنا راه ما كنبغوش نديرو نصورو لكم الدوميسوا كما كيديرو شي واحد يديرو نقول لكم ها هو الكريب دوس واحد كيبان بحال بحال ونبيعو لك اختي وفي الاخر ملي نعيط لك نتشكى لك راه نبروكي لا اختي مرحبا والف مرحبا حنا خذي البياسه بيعو مقال وبيعو تبدال يعني ها هي ها هو الفولار ها هو الموسلين اف سالورو ها هو الكريب ماتلاسي خذيهم توصلك خذيهم بلا خلاص راه ما كتخلصي حتى ريال حتى كيوصلك للدار عاد كتخلصي عجباتك غادي بالصحة والراحة تقوليها لينا في الكومنتير ما عجبتكش اختي راه غتجي للمحل وتبدليها ولا كنتي بعيدة على المحل راه كتصيفطي لنا ونبدليها وإلا ما بقيتيش بغيتيها كاع في مرة راه فلوسك يرجعوا لك اختي ما كاينش المشكل كاع ايوه عندك شي ملاحظة ولا شي حاجة تكون على يقين انا ما كنقراو لي كومنتير واحد واحد يعني ملي كنسالي وكنبداو معاهم واحد واحد كنرجعو عندك شي حاجة دارك عندك شي حاجة تهيتي وما لقيتيش ما عرفتيش ما غتلقاها ما عرفتيش تسولي يعني راه ميسا كيف كنقول راه تعاون معك بغيتي تشري من شي بلاصة أخرى راه غير تواصلي معنا ويعطيك الدراري تعاون معك في الثمن وتعاون معك في الذوق واستشري معهم زعما كاين ما عرفتي ما ديري راه ميسا راه في الخدمة على كل شيء ماشي بالضرورة ما تشريش تشري بلاصة أخرى
عارف راه ميساء راه واقف جنبك. حنا خويا بشعيب الهدف ديالنا هو الكليان ديالنا والكليان ديال خوتنا كاملين كما كان، يعني حنا الهدف ديالنا من هذا الفيديو هذا عندك صحابك حنا غادي نبيعو ونشريو، حتى الحمد لله حنا من المحل ويلاه مكافيين معاه، يعني الكليان ديال المحل اللي كيجي عندنا المحل ويلاه كنسلموه بزز باش كنلقاو لكم شي فيديو ديال التصوير. حنا هذا راه حب ديالنا فيكم، يعني وحب في الحرفه، يعني بغينا نوصلوا المغاربه وليو يعرفوا في التوبته ومايا ولو خرجوا للمارشي تلقاها عارفه احسن من التوب وعارفه احسن من الخياط. هذا هو الهدف ديالنا، وحنا ما كنبيعوش المعلومه بالفلوس، هذاك الشيء كنديروه في سبيل الله حيت نتوما تستاهلوا. ها مع العلم اننا هذا الشيء هذا راه جاب لنا شرا لنا بزاف ديال الصداع، بقى كيدوي معنا حتى شي حد كاع، قال الكليان كيجي عندنا ولينا كنجبدوا ليه كنقولوا ليه هاك هذه مليفه، كتقول لي الكليان لا ماشي مليفه هذه، جبد ليا مليفه تورقوا، تقول له عطيني كريب كيجبد لها حاجه اخرى لا باش ديال المقسم عم سميخ خرج ديال المقسم اصحاب الشكاره، حد 90% اصحاب الشكاره. واحد قلت له بروشي دو سوا قال لك شنو هو بروشي دو سوا، قال ما عرفو ما عرف 30 عام في السوق. انت دي موهبه السي شعيب، كيعطي ربي السي ربي لما المبغى ما كتقرى ما كتحفظ ما حتى شي حاجه، تقطعوا تعاودوا تلبسوا وتعاودوا ان شاء الله. النوامر هما تحت صندوق الوصف في اول فيديو، وما تنساوش ديجيمو لي بارطاج بصحه وراحه.